كابتن ماهر يعني باعتبارك نجم كبير واسم كبير، واحد من اهم طبعا ان لم تكن الاهم بين المدافعين في تاريخ مصر يعني، وليك اسم كبير جدا. عايز من حضرتك، بنتكلم من امبارح والنهارده عن واحد من نجوم وموهبه كبيره جدا، هو محمود عبد المنعم كهربا. شايف حضرتك، او انا مش عايز من حضرتك غير نصيحه لكهربا في كيفيه التعامل مع نادي بحجم النادي الاهلي، وعلشان يعني ما نفقدش موهبه زي كهربا خلال الفترات المقبله في الكره في مصر بشكل عام وفي النادي الاهلي. فهل انت شايف حضرتك الازمات الكتير اللي كهربا بيواجهها خلال الفتره اللي فاتت سببها هو، ولا سببها ان عدم التعامل معاه بشكل جيد؟ زي ما قلت يا اسلام، موهبه، موهبه كهربا واضحه لينا كلنا. كهربا من ضمن اللعيبه اللي افادت نادي الزمالك، من ضمن اللعيبه اللي احترفت في الاتحاد افتكر السعودي، وساب بصمه بشكل كبير جدا في الدوري السعودي. كهربا لما راح الدوري التركي برضك كان علامه من ضمن العلامات اللي سابت بصمه بشكل كبير. كهربا مع النادي الاهلي كان من اللعيبه المميزين في الحته الاماميه، بيعتمد عليه اي مدرب يا اسلام، اذا كان من ناحيه الجناح او من ناحيه صانع العاب او من ناحيه اللي جاي القادمون من الخلف. كهربا لعيب دولي وكان مع منتخبنا القومي، مش العام ده، يمكن العام الماضي، كان من اللعيبه برضك المؤثره اللي ليها بصمه بشكل كبير جدا. انا عايز اقول كهربا، انت نضقت وصلت السن 28 سنه، ده سن النضج. عايز نوع من الهدوء والصبر والمصابره بالنسبه لك كهربا، والتريث، لان انت كمان الفتره اللي فاتت ديت كنت من ضمن اللعيبه اللي نالت اعجاب مستر كولر، ويمكن قعد معاه اكتر من جلسه قال له الفتره الجايه ان انا هعتمد عليك، بس انت عندك يمكن زياده في الوزن بين 2 كيلو او 3 كيلو، محتاج طبعا من التدريبات الخاصه انك انت تقلل وزنك، لكن انت من ضمن اللعيبه اللي سوف اعتمد عليها خلال الفتره الجايه، ممكن مباراه العوده، ممكن بدايه الدوري. فكهربا من اللعيبه المؤثره طبعا، ده في حاله انتهاء مشكلته الخاصه بالغرامه الماليه. بالظبط، وانا شايف ان الكابتن محمود الخطيب يمكن ولا الكابتن سيد عبد الحفيظ ان هو يناقش الموضوع ده مع كهربا ويحاول يوصل بيه لحل امثل. يعني بصرف النظر عن، انا ما بتكلمش في المشكله الماليه، لان ازمه كهربا مش بشوفها ان هي مش الغرامه الماليه، لكن هي نصيحه حضرتك علشان يحافظ على موهبته في جمله واحده بخبرات حضرتك الكبيره المحليه والدوليه. لازم يسيب نفسه يا اسلام لمسؤولين النادي الاهلي، هم اقدر ناس بكهرباء، اقدر ناس ان هم يحطوا كهرباء في المكان الطبيعي، المكان الصح. فكهرباء لازم يكون عنده ثقه في المسؤولين اللي هم بيتعامل معاه، اذا كان مثلا لجنه التخطيط او اذا كان مدير الكره الكابتن سيد عبد الحفيظ، كلهم عايزين مصلحه كهرباء وعايزين مصلحه طبعا ناديهم. فكهربا لازم يمتثل الفترة اللي جاية، وعنده صبر ومصابرة، ولازم يلتزم في تدريباته بشكل كبير جدا، ويبعد خالص عن السوشيال ميديا، ويبعد خالص عن قال وقيل. هو لازم كهربا يعرف ان هو في اكبر نادي في الشرق الاوسط، النادي الاهلي، ولازم يعرف كهربا ان النادي الاهلي ما بيقفش على حد، والامثلة كثيرة يا اسلام. فنتمنى ان كهربا يلتزم الهدوء في الفتره اللي جايه، يقعد مع المسؤولين ويشوف المسؤولين ان شاء الله هيوصلوا معاه لفين. وافتكر ان الفتره اللي جايه النادي الاهلي يهمه يبقى كهربا موجود بصفه اساسيه وبشكل كبير. النجم الكبير الكابتن ماهر همام، بشكرك طبعا.